بص يا ستي، كان ليا واحد صاحبي إيطالياني كان بيدرس في أكاديمية الفنون في إيطاليا. اتعرفت عليه لما كنت بروح أصور عندهم في الجامعة، وقال لي إن هو كان معجب ببنت مصرية اسمها سارة وعرفني عليها. وفي يوم خرجنا عشان نتعشى مع بعض ونسهر، فلقيته بيشربها كتير قوي وكأنه عايز يستفرب بيها. فطبعا حاولت أنبهها، كتبت لها على منديل من مناديل الترابيزة وحطيته قدامها من غير ما هو ياخد باله. في الأول فكرتني إن أنا بعكسها طبعا، بس بعد شوية قبل ما تمشي بصت في المنديل ولقيتها بتكلمني الساعة 3 بالليل من تليفون وبتشكرني وبتقولي إن أنا كان معايا حق، وبتقولي كمان إن هي قلبته وخدت كل حاجاته ومشيت.